يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يجوز فصل بعض الطلاب الذين لم يدفعوا رسوم الدراسة وهم في الحقيقة في الأخلاق والعبادة وكذلك في الدراسة دون إخوانهم؟ أنا أرى أن هؤلاء الطلاب لو كانوا في حاجة وفقر يصبر عليهم، ولعل الإحسان إليهم يكون سببا في أنه يتحسن حالهم ويجتهدون إن شاء الله في دراستهم. فإذا كان القائمون على هذه المعاهد يستطيعون أن يصبروا على هؤلاء ويساعدونهم ماديا ومعنويا، وينظرون أيضا ما هي الأسباب التي قد تجعلهم دون البقية، لأن دعوتنا دعوة رحمة ودعوتنا دعوة حرص، فكون هذا الرجل ليس له مال لا ينبغي أن نطرده أو نقول اذهب أنت ما عندك مال، لا نلتفت إلا الذي عنده مال أو الذي يدفع. ليس هكذا دعوة أهل السنة والجماعة. فاحرصوا عليهم واصبروا عليهم، وإن كانوا في الحقيقة ليس لهم مال فهؤلاء يصبر عليهم، وهم أهل أن يبقوا في هذه المراكز، وهم قد أقبلوا على العلم وأرادوا العلم مع فقرهم. لعل الله عز وجل صرفهم للعلم ولم يصرفهم للدنيا، وهذا خير لهم، فاصبروا عليهم وإن شاء الله القائمون يأخذون بهذه النصيحة. نعم. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الثانية.